لست أمام عرض من عروض ساحر أو مشهد من الخيال العلمي، فما تراه هو أن هذا الرجل يرتدي بالفعل معطفا يخفي جسده بالكامل. لقد تمكن فريق من الباحثين في جامعة كيو من تصنيع قماش سحري إن جاز لنا التعبير، وبدأ بالفعل بتكييف ابتكاره بحيث يتلائم احتياجات الطيارين والسائقين والأطباء وآخرين. وتعتمد هذه التقنية على كمبيوتر وآلة تصوير فيديو وآلة عرض للصور الموجودة في الخلفية على الواجهة الأمامية للشخص الذي يرتدي هذا النوع من النسيج، وهنا يحدث عرض الصور الإنعكاسية رؤية وهمية. وما يميز هذه التقنية النسيج الذي صنع منه الرداء، فهو عبارة عن خرزات زجاجية متناهية الصغر، حجم الخرزة الواحدة منها يعادل 5 أجزاء من مليون من السنتيمتر، وهي قادرة على عكس الضوء مباشرة إلى الخلف باتجاه المصدر، أي بتقنية أشبه بتقنية السينما. التقنية قد تخدع المشاهد القريب من مصدر الضوء، حيث يكون انعكاس الصورة الخلفية واضحا حتى في ضوء النهار. في المستقبل بدل أن تضع النظارات بإمكانك ارتداء هذا النسيج والتنقل به وكأنك جزء من نظام ملاحي. ويعتقد الفريق أن بالإمكان استخدام هذه التقنية على المدى القصير داخل السيارات والطائرات والمروحيات، لأنها تكشف المناطق التي تنعدم فيها الرؤية، وبذلك يمكن تفادي الحوادث وظروف الهبوط الصعبة. توصل فريق الباحثين في جامعة كيا إلى هذا الاختراع عام 2003، وكان هدف أبحاثهم في الأساس إيجاد واقع حقيقي يسمح لأي شخص برؤية ما يحدث من حوله معروضا على أشخاص حقيقيين. ويقول العلماء إن سعر نسيجهم قد تدنى، وهو ما يفتح الباب لاستثماره في مجالات أوسع وربما في عمليات سطو إن وقع بأيدي اللصوص.